نشوف شو ممكن نشتري اليوم بدينار. نجرب اليوم نشوف شو ممكن نشتري بدينار. توقع شو نجيب بدينار اليوم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه اخواني وحبايبي المتابعين، تحياتنا لكم بقناه يوميات حميماتي وفي سوق البلد. والدنيا شتاء طبعا، مش شتاء كثير، الدنيا واقفه شتاء، بس الناس اغلبيتها مفكره انه في شتاء. اليوم السوق يا اخوان فاضي، بذكرني بايام كورونا او اواخر كورونا لما بلش يفتح السوق والناس بلشت تفوت على السوق، فالحركه شوي ضعيفه اليوم. اليوم يا اخوان راح نجرب تجربه حلوه، وهي معنى عصفور. ايش هو العصفور؟ الدينار ابو العصفور. شو ممكن نشتري فيه اليوم؟ نجرب نشوف شو ممكن نشتري اليوم بدينار. نجرب اليوم نشوف شو ممكن نشتري بدينار. توقعوا شو نجيب بدينار اليوم ان شاء الله. طبعا اليوم الحمام الموجوده ما بين متوسط وما بين مقبول، راح نجرب تجربه حلوه ونشوف شو ممكن نجيب بالدينار. خليكم معنا ان شاء الله تستمتعوا معنا بالجوله. تنسوناش يا اخوان تحطوا لايكات اشتراكات، يعطيكم العافيه. يا اخوان نبلش الجوله، لا تخافش خلص ما عليك، نبلش الجوله عند الشباب المحترمين. وين طايره الحمام هاي؟ سحاب، الله يبارك عنا بسحاب. وين بسحاب؟ اول سحاب، اول سحاب، الله يبارك لك. هاي حمام سحاب، جوز دبابنا زرق ما شاء الله. دبابنا شو سعرين الجوز؟ لا بنساعر بس يعني 40 دينار الجوز يا اخوان، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. كم من حبه؟ نصور الجوز هذول يا عم كشاكي، ما شاء الله الله يبارك. كم من حبه مناح كمان؟ شو سعر الجوز هذول يا عمي؟ كشاكي؟ اه 35، الله يبارك. جوز مناح يا اخوان، كشكيات صفر 35 ليره. طيرة ألمانية، طيرة ألمانية، الله يبارك. يلا خليكم معنا. كم من جوز هنا مناح؟ جوز مكابي. لحة بلشت تشتى علينا، أكلنا هوا يا اخوان. يعني يا اخوان الوضع بالسوق عشان الدنيا شتاء غريب جدا، حتى الحمام كليتها هيك مش نظيفة، يعني الطير اللي النخب مع الشتاء بروح بتروح حيبته. انا عندك مرقع اسود ما شاء الله، ولندي ابيض، نوري اسود، بس الشتاء يا اخوان والله بضيع حيبته الطير. معك هذول؟ معك هذول؟ شو نصورهم هم؟ الله يبارك. ما شاء الله السيكي هذا كمان. معلم الزبانيات خير. خير يبارك ما شاء الله. حلوة الطيرة هاي والله منيحة محرزة. وجوز رياحنا الله يبارك، حلوات الجوز رياحنا هذول ما شاء الله، برابسة حلوة، شيء جميل، حلوين حلوين. العجوري ملك ملك الخلاخيل وملك العلاقات، اللي دائما مقصر معي بني ادم هذا اخوان، دائما مقصر معي صدقني يا اخوان، دائما مقصر معي. شوفي عندك شغلات جديده، ها يلا. عندنا بنص ليره العرض، بنص ليره بالحبتين وبالعشرين وبالالف، بنص ليره الحب والله. اني ام النص ليره كله بنص ليره والله يا اخوان، في محلات بيبيعوها بليره يعني. والله العظيم هاي الحبه من بلير بنص ليره يا اخوان، يعني ال 10 2 4 6 8 10 العرض اللي غادي ابو يوسف 75. بس هذيك ايش هذيك العالية هذيك؟ هذيك الجامبو. الجامبو قديش حقها؟ 75. كم عين؟ ايش؟ 75. هذيك هذيك؟ 75 اه. هذيك العالية أعلى شيء. هذيك لا ربطتين فوق بعض هذيك. اه ربطتين فوق بعض 75. اللي ايش؟ جوز البيضة الدغل الأصلي. طلع عامل حركات وبركات وكياس، قديش بتبيع ربطة الأكياس؟ ليرة ونص. ليرة ونص، والشباك؟ ليرة. ليرة، هذول ايش هذول؟ هذول سبع وقفات بليرة. سبعة بليرة هون، يا سلام. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة، والله بلاش بليرة خلاخيل وحركات. طلع الحال الخلاخيل عنده، خلاخيل وعنده شغلات كثيرة. أعطينا رقم تليفونه. 077 أيوة آه 89 أيوة 0 أيوة 568 أيوة تمام 568. وهنا عندنا إيش يا معلمي؟ الخلاخيل. طبعا هي العجور عامل جو لحاله يا عمي، جو كبير لحاله العجوري.
رز بير الخلاخير. يلا خليكم معنا. قمشة رياحنا وبتنجانيات جميلات. طبعا في أرباشات هان. عارف جوز أو لا؟ في تكالجة كمان. ما شاء الله. هذول ايش بحكوا لهم الصفر هذا؟ ايش؟ هذا شو بحكوا له الاصفر؟ هذا بحكوا له مكاوي. مكاوي؟ هو مش برفعه ولا؟ لا لا زي القرفلات. زي الكشاكي جاي. الله يبارك ما شاء الله. انا عندك كم من حبة؟ شكل احمر. شكل احمر عجمي وقرقاطي وكشميري. الله يبارك ما شاء الله. انا ناح والله الحبات هان. ايش منيح؟ جميل. انا ايش منيح جميل. طبعا السوق يا اخوان السوق فاضي عن اول. العجوري شغال. العجوري شغال البيع. الله يبارك له. بس السوق فاضي مش زي اول يا اخوان. ماكل هوا السوق والله اليوم بس عشان الدنيا شتاء. يلا خليكم معنا. ابو مظلية الكبير كيف حالك؟ شو معك؟ بوز لبني. ما شاء الله البوز حلو. البوز حلو. شو طالب في البوز ها؟ 5 ليرات. عشان معاه في رد كامل. عشان في ردة؟ طب امسك لي يا بالله البوز. البوز حلو. بوز معوال حلو. البوز جميل. الله يبارك. طلب فيه 5 ليرات؟ والله في ناس ببيعوا بليرات ليرات. طلع يا اخوان مضبوط الطير. الله يبارك. اعطيني الاحلى شوف اطلعوا. معاه هدول هيو. هو عدير بالك يطلع. ملزق خلاص اموره منيحة. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك لك حبيبي. ما شاء الله زومبي محير. شو سعر الزومبي هذا؟ 15. طير حمام؟ ما شاء الله يا اخوان زومبي محير هذا. زومبي محير بحكوا له صح؟ محير. الله يبارك. يا اخي صاروا يحطوا شغلات كثير على شغلات كثير وبطلع لك شغلات كثير. ما شاء الله هذا زرزور عبسي زرزور. شو سعره زي هيك؟ طير حمام؟ طير زق. لبناني. يعني انت بتبيعه طير زق اريح لك. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. انا عندنا كم من طير كم من طير ما شاء الله. بس يا اخوان الدنيا برد برد. الناس الحمام الناس سقعانه. الحمام داش تزقع ما شاء الله. هذول معك الحمامات؟ طبعا هنا عندك كم من عنابي. ما شاء الله العنابي هذا جميل. جسمه حلو كسمته حلوه. الله يبارك. بولنديات سود ما شاء الله. هذا العنابي جميل جدا يا اخوان. صلاه النبي الله يبارك. وهذا البوز ناوي يشرد. ناوي يشرد البوز هذا ما شاء الله. جميلات. انا عندنا كم من حبه كمان مناح. الله يبارك. بس الجو بارد يا اخوان. بارد بارد الجو. الحمام مش قادره. كيف حالكم؟ اهلا وسهلا. انا بصور على اليوتيوب. شو معك؟ هات شوف شو معك. شو هدول؟ شو نوع هذا الاسود؟ شخشقلة. وهذا شو نوعه؟ ما ادري. طيب والاسود هذا شو نوعه؟ طب هذا شو نوعه؟ بربريسي. يعني بتعرف الشخشلي والبربريسي تمام؟ بتعرف الشخشلي والبربريسي. هذا اسمه مكاوي. والاسود نعطيك 3 خيارات. نوري ولا مكاوي؟ اعطيتك خيارين. نوري؟ مكاوي. لا مكاوي. طيب يلا شو اسمك؟ يزيد محمد عيد. حبيبي يلا سلام. ان شاء الله كم من حبه هنا مناح. شو سعر الجوز هذول؟ والله سوق حمام. فحلين ما شاء الله جميلات والله. مرتبة. الله يبارك. حمام مرتجع. رجع لك يا عبد البسنتين. اخوان مالك يفرجينا كم من جوز معه. مش لاقي قفص كنك؟ لاقي مكان. مش لاقي مكان؟ بدك قفص انت بالشتاء هذا ما بزبط معك. لازم يدوب له القفاص هسا عشان الدنيا شتاء وحركات. ما شاء الله مكاوي جميل جميل عن جد جميل. هذا المكاوي جوز هذول ولا؟ جوز ما ترى عنبية بيضة. عنبية بيضة الله يبارك. شو الجوز الثانيات؟ فرجينا شغلات حلوة. هذا بولندي اسود كنه ولا قرقاطي؟ بولندي. دندي. ايوه ما شاء الله الله يبارك. الله يبارك. هات اللي بعد. طير حمام حلو. اللي بعده يلا. هذا النفواخ ما شاء الله. فحل والله جميل والله جميل والله جميل. هالمزهور الله يبارك الله يبارك. مزقوق حلو الله يبارك. موعد
هاي طير ما شاء الله والله جميلة والله جميلة الله يبارك. ما أقول لك إيش مكانة بديم عليها. هو عدير بالك بس. هاي طير تنكوي نبي يبيض. حلو حلوة جميلة الطيرة كمان. الله يبارك. حلوة. حلوة. حط عطبشيري أحمر. رمي لك إيش عطبشيري؟ شو عطوك؟ طباشر مقرفلات. طباشر مقرفلات حلو ما شاء الله. هذا الجميل. جوز هدول؟ ما شاء الله. فراخهم عندي بالطيرة. حلو الله يبارك. طيرته زيه؟ طيرته أحلى مني. هذا اسطنبولي شوف هاي الفالت عندك؟ فحل طير حمام من القوية. الله يبارك. طلع لنا الاسطنبولي نشوفه. طيرته أجمل منه بالصيف. ما شاء الله. هذا الاسطنبولي بخالط فيه. ما شاء الله دير بالك اللي يطلع الصنبول يا اخوان طير حمام ما شاء الله ما شاء الله على حد بلدي جميل الله يبارك ما شاء الله لا مشغول ولا حبيبي مالك يعطيك العافيه حبيبي ما شاء الله هان خلينا نكمل هان التصوير بلجيكي احمر بلجيكي الاحمر هذا جميل اول ما قلت عليه البلجيكي الاحمر هذا جميل مالك الدار الحلو حبيبي الصباح كيف حالك اخوي يعطيك العافيه الله يبارك لك حبيبي شكرا كيف امورك والله الحمد لله وين بتربي ضحت لمن حسن حياك الله بدنا يا حي بدنا نعمل زياره عندكم نصور لنا كم حلقه طب اكتب رقم عندك ورن لي يا زلمه يوم ما تكون فاضي ما عنديش مشكله والله يا اخي الزواج يا زلمه الي يومين بسيط زواج يا اخي بتحس هبل ما بتعرف شو القصه انا تسلعي بكون بس استنى فيك على الفيديو حبيبي الله يخليك حياك الله شو اسمك علاء المعاوي ابعث لنا تحيه لواحد من اصحابك هيك بتعز عليه بالفيديو محمد الطفيلي محمد الطفيلي اخو سكان جبل النزهة يلا بعت له التحيه يا حبيبي طبعا انا عندنا كم من حبه ما شاء الله عليه مناح الله يبارك ما شاء الله مصر اصفر هذا مني نوريك الموعد كيف طبعا هنا عندنا امازوني ما شاء الله طياره مسوده ما شاء الله جوز كشامره رزير جوز هدول الكشامره لا طياره الفحل شو سعره 12 الله يبارك هذول بغادنا ما شاء الله الله يبارك كم من حبة سكري جميل والنوريات أنا طبعا استأذنت من الشاب أصور بعرفش أنتوا معاه أو لا ما بعرف حبيبي الله يبارك لا والله فيديو عادي حبيبي الله يبارك لك ما شاء الله كم من حبة هان ما شاء الله مناح 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 أي ما شاء الله ريحاني ريحنا اثنين سكريات تشوف الحمام هذول ثلاثة دور طيور حمام ما شاء الله وين طيران؟ هلا حبيبي كيف حالك؟ يعطيك العافية حبيبي أهلا وسهلا يلا يعطيك العافية ما شاء الله كم من حبة منيحة جميلة هدول المراسليات بطل اللي يبينن أنا فعليا بقول لك بطل اللي يبينن كمان سنتين ثلاثة بصير النوادر جدا جدا طلع القلبة تبعت المراسلي المراسليات هدول جوز شو سعرهن؟ يا خالد ما شاء الله طلع اللورانس ما شاء الله زاج المكتف اصفر لعن حريجه وتقول هومر جوز شو سعر الزواج المكتيف هذول 20 الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله معك هذول البلوك بلوك صفر شو سعر الجوز هان 35 35 ما شاء الله ناح بس ايش مخليف لسه بدك تعرف الفحل من الطيره على الاغلب يلا يعطيك العافيه كم من حبه هنا مناح والمصري هذا اخوان زعلان من الشتاء ما كل هو طبعا يا اخوان لسه ما اشتريناش الطيره بالليره بس نفرجيكم بس نشتري بنفرجيكم شو جبنا ان شاء الله لسه ما اشتريناه انا بصراحه قاعد بصور ولسه ما اشتري والله 8000 ما شاء الله جل كراسته مكاوي هذا جميل جدا ولا اطلع طلع 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 جمال طلع جمال والله جميل الله يبارك وين طايره هاي اليوم الحمام سحاب هاي حمام سحاب هنا ها كمان هاي هان حمام سحاب طبعا بس اخوان الشتاء دابحنا يعني يا حرام طلع مشكلة الصبح كان شاتي اكثر من هيك شتت عشان هيك الحمام مبلوله يعني لو انه هسه نازل كان ممكن السلام عليكم معك الحمام هاي هيك ولا حد القنهار بعد اذنك هان عندك كم من بوز كم شت بواز انا واحد هسه بشوف ما شاء الله الله يبارك كم شت بواز
طير بنا رايم بينه ما شاء الله. معنا هدول كثير منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ما شاء الله الله يبارك. الحلو بحمام السوق انك تلقى كل شيء بدك اياه وباسعار اللي بدك اياها، بس اهم شيء بدك تعرف انه طير حمام ولا بس البوز مستحيل ما يكونش طير حمام. الله يبارك. هذول مع مين هدول؟ بعرفش هدول مع مين، بس يلا بدنا نصورهم اذا مع الشباب هم بنمون عليهم. ما شاء الله الله يبارك. ايوه ايوه صحتين وعافيه يا عمي. انا ما شاء الله الله يبارك لك الله يعطيك العافيه. قرنفلي ما شاء الله قرنفلي، هذا طير حمام بجد. جميل جميل الله يبارك. يلا خليكم معنا ما شاء الله. هون ما شاء الله بوز بوزين والعمري هذا جميل الله يبارك. هلا حبيبي شو معك؟ تعال فرجيني ايش هذول، ايش هذا نوعه، كيف شو معرفك؟ حاول يعني هيك بلدي. انت ايش معك؟ مش مصورك، هذا كشميري. هذا شو طالب فيه الكشميري هذا؟ 3 ليرات ما شاء الله. هنا كم حبه منها الله يبارك لك. ثاني جوز مراسليه، هي جوزين مراسليه يعني يا اخوان. اليوم بالسوق 3 جواز مراسليات من اللي سنه وشوي، سنتين بنزل بصور بالسوق، ما شفت المستويات هاي بصراحه، بصراحه ما شفتش هاي المستويات. الله يبارك. شو سعر الزرق يا عم؟ 35 والبيض 60. والبيض 60 الله يبارك ما شاء الله. ايش فلاش برا يا؟ والله ما في. احد من الشباب يا غوالي مع ما شاء الله حلبي اصفر. حلبي اصفر. والله صار بدي اطقم. ايش هان كمان؟ وين بتطير؟ نوري احمر ما شاء الله، حمام نظيفة والله يا اخوان. مع الشباب. عندنا كينج كينج. كينج سيكي او كينج مصري، هذا فرخ حيه مصريه صفر مصر احمر. فرخ فطيم ولا فرخ مكروش؟ لا مكروش. كروش في النوري الاسود ما شاء الله. شوف والله المصري الاحمر طلعوا المصري الاحمر صح. اعطيني الكيس هاب ريحك انا بس. هلا حبيبي يعطيك العافيه، كيف حالك حبيبي؟ أخبارك. حياك الله. سامحني بس عشان طلع كيف هيك معجوق والله. زمان ادور عنك يا حبيبي. حياك الله. شو اسمك؟ ترجيني معوال محمد. حبيبي يا محمد والله منيح المصري. شو طالب فيه حبيبي؟ الله يبارك فيك. هلا يعطيكم العافيه اخوان. طبعا اخوان هنا كم من حبه مناح سلافر مكابي الله يبارك. الزلمه دائما بنزل شغلات حلوه هنا. حرام هاي كلها مخاليف طلع مكنعسة من المسق. الدنيا بلشت تشتت طلع كيف الشتاء الدنيا انسى. طبعا هنا كان في جواز كثير بس ما شاء الله الله جبر يعني. هاي في طيرة كمان ملحة قاعدين بيتفقوا عليها يقول لك شكله فحل. الله يبارك ما شاء الله. هاي جايبه انا من بعيد بس بديش اصور حدا يجي بالفيديو بس، عرفت كيف؟ لا لا ما عليك ما عليك امورك طيب. ما عليك حبيبي. ما شاء الله. هاي انا عندك هذول عربشات على بالونيات على حلبيات. الله يعطيكم العافيه. ان شاء الله نختم الحلقه اليوم اخوان عند محمد ومحمد. سلموا على الشباب. هلا بالشباب. طبعا اخوان عندهم دباني جميل. حرك حرك الدباني شوي. عندهم دباني جميل جميل ما شاء الله الله يبارك. عن جد جميل الطير. اوعى يطلع دير بالك يا معلم. دبان 20 ليره طالع في حدك. بس طير بيستاهل ما شاء الله. ما شاء الله جميل الطير. هاي الدباني الله يبارك لك طالع فيه 20 ليره يستاهل ما شاء الله. عندنا الزواجل قديش جاهز الزاجل اليوم؟ 6 5 يعني. في فراخ ولا فيش فراخ اليوم؟ نفس اللي عندك نفس الشيء. النوري شو سعره هذا؟ نوري قديش معلم؟ النوري قديش معلم؟ ابراهيم خلاص خلاص بس ما شاء الله دباني جميل الله يبارك. يعني الوجه عندك 6 ليرات الوجه جميل عندك. الثوب يعني بده شوي يغمق على الزواجل. طبعا هون يا شباب اشترينا الطير ابو الدينار. الكل يتوقع بالتعليقات شو هو الطير ممكن يكون. طبعا طير جميل اشتريناه بليرة والطير مرتب
طبعا تعبنا لحتى لقيناه، ولكن يا اخوان عشان اعرفكم انك بليره بتقدر تشتري اي طير بدك اياه. يعطيكم العافيه وحطونا بالتعليقات.